السلامة، أنا اسمي نور الدين الشايب. ألور أنا مبسط منسق، عندي 15 عام كارير في مجال بعث المؤسسات تكوين الباحثين. تو عندنا 15 عام نخدمه حسب مقاربة بعث المؤسسات تكوين الباحثين. سيفي راهو سان برودوي معناها معناها ستاندار على الشان انترناسيونال. اش معناها برودوي ستاندار على الشان انترناسيونال؟ القوة نتاعو في المقاربة نتاعو هي مقاربة تفاعلية. اش معناها مقاربة تفاعلية؟ معناها الابروش اللي نخدموا بها والفلسفة نتاع سيفي هو سي لو شونجمون دو كومبورتمون. دخلت في الفورماسيون سيفي طبعا هذا لو سيزيام جور، في البريود الاولى خدمنا على بيرسوناليتي وتو دخلنا في لو بروجي في حد ذاته. فورماسيون سيفي تنجم تحلك باب اذا انت عندك ايدي، اذا عندك ايدي تنجم تواصل، تنجم معناها تبحث على البروسيدور باش تنستالي ليدي نتاعك. ما فماش نتصور حتى عراقيل، تنجم تتوكل على ربي وتبدا. ما مش بالضروره انسان يقعد يمشي بيرو شغل فقط باش يلوج على شو اسمه مش ابل دوفر معناها عرض الشغل، ولا نقعد نستنى في كونكور نتاع ليتاتيك ولا كذا. تنجم تقصد ربي وتعمل اتيود صحيحه، حاول معناها كيفاش تنقص الريسك على روحك وتتوكل على ربي. ان شاء الله منا اللي نكملوا الفورماسيون الكل وبو دو فانجور ان شاء الله نوصلوا معناها ناخذوا فكره شامله، نتحطوا على السكه الصحيحه، نعرفوا البروسيدور الكل. لي برومي جور دو لا فورماسيون معناها لو فاسيلي لو بارتيسيبون il est dans une phase de réticence, il est dans une phase d'observation, le comportement plein d'ennui, il est un peu timide, il est un peu retiré, il y a un problème au niveau de la confiance en soi. Mais tbaqina tra معناها comme s'il y a une montre de développement de groupe, il voit toute une équipe, il voit معناها il s'implique dans le travail d'équipe, il voit عنده une vision positive de l'entrepreneuriat, il voit l'objectif de la formation c'est quoi? C'est d'être outillé avec une mallette. اش معنى يوماليت؟ يعني لو بروموتور باش كي تسيبوا في الدنيا نهار اخر ما يحيرش. اتجهت لبيرو الشغل، حبيت نشوف فماش دورات تكوينيه في دومين الفلاحه. يا اخي واتت دورة السيفي هذه شاركت فيها، وما بين البارمي بريسك 30 مومبر شاركوا فيها، وقع الاختيار علي مشروعي تربيه الارانب. بدينا في الدوره البارمي بوندون 3 جور الاولانيين. روحي يعني نجم نكمل في المشروع اللي في مخي، نجم نكمل فيه. وقيت اللي الدوره التكوينيه هذه هي تساعد على انك ترتكز في السوق. معناها الى اون ترافاي افيك لوي اون سورت دو كوتشينغ، يولي هو سي يخدم في لوتو كوتشينغ، يعني ما عادش يحير انه معناها يو بلو فير ابل، ما عادش يستحق، ان با بيزون باش يطلب زيد ولا عمر باش يستشير، عنده يوماليت اون كاس اوتي معبيه باللي زوتي، كل ما يلقى روحه دون سيتياسيون بروبليم يجبد اوتي من كل زوتي هذوكوما ويتصرف بها اون طون ريال. دونك جو مي بريزونت عبير غذاوي، لا بروموتريس اي لا فونداتريس دو لونتربريز فارماتيك فارماسيوتيكول تكنولوجيز. البروجي هو ان نصنع لا ماتيير بروميير دي ميديكامون افيك ان بروسيسوس انوفون اي اون نوفيل تكنولوجي. دونك انا تعاملت مع هيكل مستير، تعاملت مع بيبينير قصر هلال اللي هما يعملوا تو سكي اكومبانيمون تكنيك فينونسيير، وفروا لي لوكال وين قبل ما يكون عندي بير وين نعمل لي ريونيون وكل شيء. تعاملت مع سونتر دافير مستير اللي هما عملوا لي ليتود فينونسيير كامله وتو لاكومبانيمون من الكوتي هذيك. ريسامون عملت السيفي اللي فما برشا عباد يقول لك البروجي نتاعي سي بون حاضر ما نعملش السي في، وهذيك فكرتي كيف كنت دخلت لها. مي مالغري اللي البلان دافير نتاعي كان توتالمون حاضر، مي بعد ما عملت السي في فما برشا حاجات تبدلت، برشا حاجات زادت، برشا حاجات نقصت. فما برشا عباد يقول لك انا نحب شهريه مسمار في حيط، والا نحب نخدم خدمه قاره. مي نو، احنا لي بورتور دو بروجي احنا اللي نبدلوا العالم. هو صحيح انك كيف تبدا من الاول تحسها صعيبه انك باش تبدا بروجي والا باش تعمل حاجه وحدك، مي باز ا با وسورتو اللي فما لاكومبانيمون، الهياكل اللي حكيت عليها ديما بابهم محلول، واتو مومون تمشي فما اكومبانيمون وفما مختصين وفما دي زيكسبير يكونوا على ذمتك ديما. خذينا بيرو تويكا نستعملوا فيه بلاش ولابوراتوار بلاش، وسي بون احنا بدينا لاكتيفيتي نتاعنا دي لو 1 افريل. منى شاكر، صاحبه مشروع مدرسه ابتدائيه خاصه ان كور دانستالاسيون فيزيك. في المرحله الاولى تعدينا بالمرافقه والتاطير والتكوين من طرف مركز الاعمال وفضاء المبادره، وعملت سي في، حضرنا فيه مخطط الاعمال وكرسه الشروط. كلفه المشروع بلغت 100 ألف دينار.
المدرسة متاعنا في البالمية بقعتها ياسر مزيانة، باش نعملوا فيها إن شاء الله تحضيري وإيكو من سنة أولى حتى كشي للسيزيام. محمد علي الصغير، شاب عمري 25 عام، فلاح، ولاية مناستير مدينة الساحلية. شاركت في دورة إعلامية للتشجيع معناها المشاريع الصغرى، اتصلت بالأبياء، شرحت لهم عن المشروع بتاعي كله، عجبهم المشروع بتاعي اللي هو يتمثل في معناها زراعة الورود والمنتجات الفلاحية، 12 بيت محمية في حدود معناها 100,000 دينار. اتصلوا لي معناها بفضاء المبادرة، المندوبية الفلاحية، البنك التونسي التضامن، قدمت دوسي وكل كاية معناها وصبيته في البنك التونسي التضامن. عاونتني لابيا وبالخصوص السيد كريم بن فرج والسي فوزي نائب بتاعه، وقاعد معناها نشارك كل دورة معناها يطلبوها مني نمشي ونشارك فيها. والله نشجع معناها حاجة بلاي، حاجة بسيطة نحب أن نعطيها للشباب كل كاي في تونس، كل كاي اللي يحب يدخل الفلاحة رغم مجال فلاحة رغم ما فماش كيفه. والله معناها ما فما حد شيء صعيب في تونس، لأن خاصة الفلاحة ما فيها حد شيء صعيب. اللي يحب يخدم يحب يخدم يعتزم باش يحب يوصل الحاجة بتاعه راه يعتزم ويوصل، يتصل بالأبياء. والله يعني ما لقيت حتى حاجة صعيبة معناها، واتصلت بالسيد كريم مدير الأبياء ما خلى حد شيء معناها ما عطاهوليش، وصلني لكل معناها كل لجان مختصة في مجال الفلاحة وعرفني بيهم ومعناها وحطني في الصورة مباشرة معهم هم، وشرحت لهم كل ما معناها كل ما هو معناها حاجة معناها مستحقها منهم. ومشكورين لأولاد كل كاية، الله يرحم والديهم معناها كل كاية فرحوا بيا وعاونوني وبارك الله فيهم. عصيمة، أني وسام عليا، انجينيور ميكانيك، صاحب مشروع سي ان سي كونسيبت. المشروع يتمثل في الجرافور والديكوب اكوموند نيميريك على لي ماتريو توندر كيما الام دي اف ولا لا لوكوبونت. لي كليون تاعنا جينيرالمون هما لي فابريكون دو موبل اي لي ارشيتيك دانتيريور تو سكي ديكور. تخرج من 2008، خذت برشا تجارب في الشركات الخاصه، معناتها خدمت في 6 شركات خاصه على 6 سنين، دونك كان القرار باش نحل مشروع وحدي بعد برشا محاولات في معناتها نلوش في افكار نتاع مشاريع، خاطر وقتها ما كانتش عندي فكره معينه. اتصلت بالبيبينير 2-3 فوا، كل مره فكره نتاع مشروع مي ما كانتش تصير الفاليداسيون بالنسبه لي. معناتها بعد الدراسه المبدئيه نتراجع، لين في مارس 2015 جاتني الفكره نتاع المشروع هذايا، و اتصلت بالبيبينير دونتربريز وعملنا البلان دافير. لأن بحكم التجربة متاعي حبيت ننصح الأخيان اللي ما يلزمش يتربطوا بالوظيفة العمومية وإلا بالشركات الخاصة، خاطر كما صار في الحالة متاعي، خدمت في الشركات الخاصة مشيتش معايا بالكدا، قدمت في كونكورات الوظيفة العمومية وما لقيتش بوست، قعدت قريب العام بطال. دونك بعد ما قعدت نشرش ونبعث في لي سي في وديما نخمم كيفاش باش نخدم في الشركة، فانا قلت علاش الواحد ما يخممش كما نقولوا بالانجلي اوت اوف ذا بوكس، علاش ما يخممش باش نعمل بروجي وحدي. وفعلا هذاك اش صار. اوكي صعيبه برشا من الاخر من الاول، برشا مرات واني في وسط ليتود دو بروجي ولا حتى من في الديماراج نوقف نخمم نقول اني فاش نعمل توا، علاش عملت، مش كوم العباد الكل ليك، اسكو الثنيه اللي مشت فيها هذه صحيحه ولا غالطه. اوكي الواحد باش يخاف يحس بلي حاجه غريبه، يحس اللي فيها ريسك، من الريسك نتاعها ماهوش اكثر من ريسك تبقى خدمه في شركه بريفي، حتى ولو مترسم في اي وقت تنجم تسكر الشركه، في اي وقت تنجم تعارك وعارف ولا ما تفهمش وعارفه، دونك فما حد شيء مضمون. العقليه نتاع مسمار في حيط يظل مشات مع مع عباتنا في وقت اللي في الوقت هذاك، دونك ما يزناش خموا بها. الواحد يكون طموح شويه يدخل شويه في الريسك ويخمم بالقدا وان شاء الله زينه. I
جميل فرج الله 24 عام من الوردانين صاحب مشروع صنع مواد تجميل وعطورات متحصل على الاجهزه التطبيقيه في مواد التجميل والعطورات في صفاقس كليه العلوم في صفاقس سنه 2014 ما كانش عندي فكره الحقيقه مشيت للفضاء المبادر اللي هما عاونوني باش نطور الفكره نتاعي الساعه باش من الاول عملت المورين اللي هي كانت مدتها 3 ايام ومن بعد اقترحوا عليا باش نعمل السي في اللي هي كانت فورماسيون فادتني برشا باش نوقف على الجوانب المهمة للمشروع متاعي حصلت على دراسة المشروع متاعي ومشيت قدمتها للبنكة في البي تي اس قدمت يوم 2 اكتوبر 2015 تحصلت على الموافقة المبدئية يوم 2 ديسمبر 2015 حاليا دخلت في مرحلة الانتاج يوم 4 جانفي 2016 وعندي تو 4 شهور نخدم ولابس البداية هي صعبة شوية أما لابس غدوة نطمح باش نصدر وعندي برشا طموحات إني نكبر المشروع متاعي ونعاون الشباب باش يخدم خاطر كيما عاونيني العباد نحب نعاون العباد زاد. اسمي أحمد بوسالم من الوردانيين أني باعث شاب عندي 3 شهور من اللي بديت ننشط عملت مشروع متاع صناعة الأغطية والمفروشات قريت في المدرسة الوطنية للمهندسين في المستير وخدمت 6 سنين في معمل بعد اللي خممت باش نعمل بروجي وحدي البروجي قدمته على طريق بنك التضامن قيمة المشروع 56,000 دينار وعملت فورماسيون جرم مع فضاء المبادرة وتمتعت بمنحة الانطلاق اكثر مشاكل اللي توقع نتعرض لها هي الفوندرولمون اللي الفوندرولمون بارابور لقيمه البروجي ناقص شويه ماذا بينا وكان مثلا الفوندرولمون تكون عندنا امكانيات اكثر باش نجموا نشريوا اكثر سلعه ونجموا نخدموا. عسلامه ومرحبا بكم. أني فوزة عثمان مواليد 92 الفكرة هي بدأت كما نقولوا نحن بشوي بشوية خممنا كيفاش نجم نعطيه إضافة للدومين سبورتيف وصلت أسرت مومو لقيت حل أنه نعمله معناتها الروبو دونترينمون دي ديو غارديان دي بوت باش نحسن النيفو متاع الغارديان. شاركت بالفكرة هذه في برنامج نجوم العلوم اللي هو يتعدى في الام بي سي 4 ومثلت تونس حصل لي شرف اني نمثل بلادي وصلت للمركز الخامس روحت لتونس وقررت اني كما نقولوا نحن نواصلوا الخدمه اللي بديناها في قطر عملنا تسجيل براءة اختراع في تونس وفي قطر واليوم نحن معناتها قاعدين نخدموا كما ما تشوفوا معايا قبيل فتح الله انجينير الكترونيك يسري جازا انجينير ميكانيك واني معناتها لاهي بالديفلوبمون انفورماتيك ومعانا احمد منصور ماهوش موجود توا بور لانستون دونك بدينا بشوي بشوية اتصلنا بمركز الاعمال في المستير حاولنا انه نعملوا يونيتي دو بروجي غاديكيه ومن بعد لكاية المسؤول الموجود بعثني للبيبينيير قال لي اتصل بالبيبينيير زاد باش تواصل الخدمه ستيب باي ستيب يعني بدينا نقدمه بشوي بشوية عملنا دراسه المشروع ولكن صارت لي بعض المشاكل اللي هي كما نقولوا نحن ما جاتش ماكينه من قطر فيكو تعطلت شويه في الديوان وكذا فقلنا علاش ما نعملوش ان بروتوتيب ثاني ونواصلوا نحن الخدمه توا قاعدين نعملوا في الفيرسيون 2.1 ديكو تحضر البروتوتيب الثاني باش ننتقلوا المرحله اللي بعدها اللي هي الفينانسمون تاع البروتوتيب هذايا ونشجع بصراحه كل انسان يعني يحب يخدم ويحب يدخل في الدومين دينوفاسيون علاش يعني كيما ما تشوفوا نحن لوكال بسيط كيما نقولوا نحن هيك صغير على الاخر مي نحاولوا نعملوا ان انفيرونمون دو ترافاي وبشوي بشوي بالخطوه بالخطوه الواحد يحاول يخرج من البلاصه هذه كل مره يزيد يتطور يعني ما يجيش انسان ديريكت يكون متطور بالعكس انسان كما نقولوا يتولد صغير ويكبر وهذا كان احنا فاش قاعدين نحاولوا نعملوا. اسمي مسلم بوغمره عمري 26 عام عندي دبلوم تكنيسيان سوبيريور اون الكترونيك انفورماتيك اندستريال عملت ستاجات في البوش دو تال فاسون خذيت دبلوم في الدياغنوستيك كليماتيزاسيون اوتوموبيل اي مانتونونس رابيد اوتوموبيل ومن بعد دونك ولد حلال نصحني بالسي في الفورماسيون سي في نتاع بيرو الشغل دونك قدمت فيها لقيت موافقه الحمد لله يا ربي عملت الفورماسيون تعديت امبيونس تحفونا على الاخر خرجت منها ببلان دافير حاضر ايتيود كومبليت صبيت ليتيود نتاعي في البي تي اس
تعطلت من الاول شويه، لقيت رفض من البي تي اس من الاول، ما أيستش، قعدت نتبع فيهم بشوية بشوية بشوية، الحمد لله يا ربي وافقونا، وافقتنا البي تي اس على المشروع على نظام المرابحة. خرجت باكسبيريونس باهية برشا من الفورماسيون، من السي في بلوتو، هي اللي خلتني نعمل ايتود كومبليت، ايتود واضحة على الاخر، عطلتنا البنكة من الاولى ما سافا الحمد لله وافقونا، وتوا معناتها يا ربي لك الف حمد وشكر كريت محل، هاني قاعد نعمل في الاميناجمون نتاعي. المشروع تقريبا كلفته في حدود 85,000 دينار، يا ربي لك الف حمد وشكر، معناتها بيرو الشغل قاعد يواكب معايا في المشروع نتاعي، يتبع فيا، فما مراقبه فما معاينه، هنا بورو مومون تو نستناو في الاشغال اللي تكمل، يجينا الماتريال بقدرة الله، نعملوا ريسبسيون بطبيعة، نستدعوا بيرو الشغل هذاك على الرأس والعين، وبش يكون هو لول، نستدعوا البنك، نستدعوا الناس كل، وإن شاء الله ربي سهل ونتوكلوا على الله. اسمي فاطمة محجوب بني حسان، ولاية مستير، متخرجة من 2004 من الانستيتي أغريكول شط مريم. كانت فكرة المشروع أني نعمل مشروع، كنت ديما نحلم أني نعمل مشروع روحي. كانت فكرة المشروع من الأول بار فورماسيون عن طريق بيبينير أكواتيك لابياء مستير. عملت فورماسيون على الفالوريزاسيون دي بلونت ميديسينال، وبعتالي جاتني فكرة مشروع استخراج زيت بذور الهندي، بما أنه الهندي موجود بارتو ومصلي على النبي معناها وغير مستغل، وستون بلانت بيرين، ستون بلانت دو فالور مي ماناش مستغلينها. البروجي متاعي بيان سور ديستيني على الإكسبور. من الأول عملت إبرجمون في البيبينير أكواتيك في مستير، بيبينير دي لابيا، وخذيت بيرو غادي وأفيك ريزو انترنت تليفون كل شيء برسك موجود متوفر. عملت دي فورماسيون مع لابيا على الكوميرسياليزاسيون دي برودوي أغريكول و جيسيون دونتربريز أغريكول. قدمت دوسيه للبي تي اس، جيتي اكوردي بار لي بي تي اس، وتعديت ليتاب دو كونكريتيزاسيون دي بروجي، وتوا اون كور داكيزيسيون دو ماتيريال، وان شاء الله السيزون هذه نبدا ان شاء الله. Donc c'est la composante presse. D'accord, très bien. Bienvenue. C'est vrai que j'imaginais pas, en allant en Tunisie, trouver un atelier comme ça de fabrication d'appareils. C'est merveilleux, quoi. Surtout après qu'on nous ait dit partout, oh non, l'ULM ça n'existe pas. Si elle vole aussi bien qu'elle est belle, mais vous savez, c'est Dassault qui disait, quand un avion est beau, il vole bien. Voilà, donc là il est beau, bah, il doit sûrement bien voler. Ah oui. Et pour ces jeunes-là qui ont un grand espoir de voler un jour en ULM, vous êtes là en tant que président. Et bon, nous évidemment on va aider au maximum la fédération à se s'installer. Le but d'une fédération c'est de fédérer. Oui, en fait là l'équipe elle est jeune, elle est très motivée. Elle est 50% femmes, 50% hommes. Ah oui, ça c'est extraordinaire, j'avoue que là, moi je suis sidéré de voir dans cet atelier là, 5 femmes qui sont toutes enthousiastes, ça c'est formidable. لوجيكي تقول لك يا خويا خدمني على عقول، خدمني على كيفاش يتغير طريقه التفكير نتاعو، اون ديفلوب ليسبري دو ليسبري دو ديفلوبمون، ليسبري دو مانجمنت، اون ديفلوب لا ريفليكسيون، اون سورت دو جيمناستيك انتيليكتويل، واللي يخدم يخدموا على طريقه التفكير، كيفاش باش ياخذ يولي عنده قدره على اخذ القرار المناسب في الوقت المناسب في المكان المناسب، هذه الخدمه نتاعنا. اولا سي في لنا نخدموا عندنا شكاره فلوس نفرقوا فيها.
ثانيا لنا احنا اوني دي ديسيدور او نيفو دو فينانسمون او ابري لا فورماسيون سك اون ترافاي سي لو سيرفو هيما سي سورت كوم سي ان باتا مودلي كوك الباتا دي كي ال سي ديفلوب انا اون ديفلوب اون فا معناها اون كري اون بيرسون بوزيتيف قادر على معناها باش تتفاعل مع المحيط نتاعها بايجابيه هذه الخدمه نتاعها.